لانه زي ما ظلم نفسه ظلمها لو يرجع فيه الزمن لامبارح حغير بكره. على فكره كل محتاجينه هو فرصه. يعني انا وعيت على الانتفاضه الثانيه، كنت لسه شويه صغير هيك تقريبا 10 سنين. انه كيف انت كطفل بتشوف نزاعات زي هاي وانت مش عارف شو فيه، مش فاهم مثلا شو فيه؟ يعني من صغرك كان عمري 16 سنة لسه، يعني وعد طفل. تركوني مكاني 4 ساعات، في ال4 ساعات أخذت 3 رصاصات. فطول الوقت كنت في المية الباردة في الطينة والوسخ والشغلات هاي، لأنه نادوا علينا يعني سألوني بتقدر تقف بالعربي هيك. عملت له بإيدي إنه لا، فأطلق الرصاص كمان مرة علي، إصابة في الصدر كانت قريبة من القلب يعني. وأنا ضليت مكاني لما بالآخر سمح إنه يسافر خلوه. ضد الطبيعة ما بحب حالي، حبيت لأنه الطبيعة عارف قلت له بتحاول من دون ما تبالي. تخبيت بين طرقك لأني كنت خايف من ظهرك، بدل ما أكون معك خليت الكون كله ضدك. أنت صح أنا غلطان، هم غلط أنا ندمان، كيف ارتاح ونص التاني تعبان وجع وانفرد. تعال نخليه كأنه مكان، ليش نقسى ما بدي ننسى، في أمل لسه ما تلوم عميت على الحياة وحاول يشبع منها. إذا حبيت تلوموا لوموا، لكن ما تلوم الحياة اللي احتضرت ونلوا منها. رجعوها قبره، رجعوا له قهره، هذا اللي بده اياه، لانه ذنبه بعمره ما كان ذنبها. لانه زي ما ظلم نفسه ظلمها، لو يرجع فيه الزمن لامبارح رح غير بكره. على فكره كل اللي محتاجينه فرصه. الفكره دائما والكلمه اقوى من الرصاص. انا بعمل شيء مش اني عالم، هذا اول شيء. تمام. ثاني شيء انه خلاني اشعر بالرضا عن نفسي انه انا بتكلم. هات ايدك يا عم، معايا تنتين برجع لك اياها. ايه؟ هات ايدك برجع لك اياها، معايا تنتين. ايش قال هو؟ هاي فايف. كوز. عندي اولاد في المدارس يمكن بيجي 13، يمكن 22 بنات مع اولاد. 22 الله يمكن اكثر. 22 ولد؟ لا لا، في عندك اكثر. 4 عبد الله بقرا 5 6 7 8 9 10 حسين 10 11 شيماء احمد 15 عماد 16 رامي 17 هاله 18 هدى 19 اسعد 20 وغير مش مبينين كمان، هي 20 في المدارس. يلا يا اخوي.
أحمد مستواه ضعيف جدا، لحسن هو أضعف واحد. لا لاحظت بأنه لا يستطيع أن يحمل يمسك القلم، وعندما خرج على السبورة لكي يكتب على السبورة لم يعرف يمسك الطباشير في يده. فأنا أحاول معه يعني بقدر الإمكان، والأهم من ذلك كما قلت لك أنه يجب على الأهل أتباع تبوية وقيمة. لا أنا يمكن بس أنا يمكن في القطاع كله فيش واحد مخلف 40 نفر غير أنا بدي أعرف. شفت حوالي 46 تاجر من تجار البار تبع غزة، تجار سيارات، تجار بار، فحسيت إن كل الشعب عليه ديون. الشعب الفلسطيني على اساس انه يمسى ارضه. مصيبه كارثه فوق كارثه. من ايش بدها تعتاش الناس؟ تعتاش ولا من اي حاجه الناس، الا دائما المعيشه بتيجي من وراء الصناعه ومن وراء الزراعه. ما عندناش هذا، ما عندناش الأسباب الرئيسية لهذا الكلام للمعيشة. يعني الميت أهون من اللي عايش في داخل قطاع غزة، الميت أهون من اللي عايش في قطاع غزة.